هواي طلاب تعاني من حفظ الإنشاءات، هواي طلاب تراسلني استاذ شلون نحفظ الإنشاءات. فاليوم راح نبدي بسلسلة حفظ الإنشاءات. هاي السلسلة تخليك تحفظ الإنشاء بالفيديو أو تعلمك شلون تحفظ الإنشاء. فيلا نبدي بإنشاء اليونت الأول. بالبداية أريدك تعرف تقسيم درجة إنشاء اليونت الأول. الفكرة عليها 14 درجة، التركيب اللغوي عليها درجتين، الأخطاء الإملائية عليها درجتين، وأسلوب الكتابة عليها درجتين. الفكرة وأسلوب الكتابة والتركيب اللغوي هذين اللي تهتم لهن، أنا راح أعطيك إنشاء جاهز أنت تكتبه. أما الأخطاء الإملائية هذا عليك درجتين، لازم أنت ما تخطأ بكتابة الإملاء. إنشاء اليونت الأول، إعلانات السجائر يجب أن تكون غير قانونية. تجيك بالصيغة التالية: cigarette advertising should be illegal. فكرة الإنشاء إنه تكتب عن الإعلانات اللي نشوفها بالتلفزيون أو المشاهير أو بالشارع. هذني الإعلانات اللي نشوفهن المفروض يكونن غير قانونيات. بالبداية لازم تكتب عنوان الإنشاء مالتك بوسط الدفتر، فتكتب cigarette advertisement should be illegal. cigarette اللي هي التدخين أو السجائر، advertisements اللي هي الإعلانات، should be يجب أن تكون illegal غير قانونية. نجي لإنشاء مالتنا، نكتب التدخين مضر جدا. شلون نقولها بالإنجليزي؟ cigarettes are very harmful. cigarettes اللي هي التدخين أو السجائر، very harmful اللي هي جدا مضر. نجي على وراها لصحة المدخنين وغير المدخنين. شلون نقولها؟ to the health of both smokers and passive smokers. health اللي هي الصحة، both كلاهما أو لكل من smokers اللي هم المدخنين و passive smokers غير المدخنين. إذا صار عندنا cigarettes are very harmful to the health of both smokers and passive smokers. نجعل وراها دعايات التدخين يجب أن تكون غير قانونية للأسباب التالية. تعال نقولها بالإنجليزي: cigarette advertising should be illegal for the following reason. نفس ما قلنا، cigarette advertising اللي هي دعايات التدخين should be illegal، يجب أن تكون غير قانونية، for the following reasons. هنا for the following reasons اللي هي للأسباب التالية. نجعل اللي وراها: في البداية دعايات التدخين يمكن مشاهدتها في كل مكان. شلون نقولها بالإنجليزي؟ In the first place, cigarette advertisements can be seen everywhere. في البداية، in the first place, cigarette advertisements اللي هي دعايات التدخين can be seen يمكن مشاهدتها في كل مكان everywhere. اللي بعدها في الأماكن العامة، في التلفزيون، في الشوارع، وفي المجلات والجرائد. شلون نقولها بالإنجليزي؟ in public areas, on TV, in the streets, in magazines and newspaper. هنا in public areas اللي هي الأماكن العامة، on TV اللي هو التلفزيون، in the streets اللي هي الشوارع، in magazines اللي هي المجلات، والجرائد اللي هي النيوزبيبر، واي شخص يستطيع ان يراها خصوصا الاطفال والشباب. شلون نقولها بالانجليزي؟ and everybody can see them especially the children and young people. هنا everybody اي شخص can see them يقدر يشوفهم، especially خصوصا the children الاطفال و young people اللي هم الشباب. هسا نعيد الإنشاء من البداية لحد ما وصلنا. Cigarettes are very harmful to the health of both smokers and passive smokers. Cigarette advertising should be illegal for the following reason. In the first place, cigarette advertisements can be seen everywhere in public areas, on TV, in the streets, in magazines and in newspaper, and everybody can see them. Especially the children and young people. نكمل الإنشاء. ثم أن هذه الدعايات تعطي نوع سيء من الرسائل. شلون نقولها بالإنجليزي؟ Next, they give a bad sort of message. Next اللي هي ثم. They give a bad sort. Bad sort نوع سيء من الرسائل of message. نكمل اللي بعده، لأنها تظهر الناس المشهورين والناجحين والجذابين إنهم مدخنين. نقولها بالإنجليزي: cause they show successful, popular and attractive people smoking.
السكسسفول اللي هم الناجحين البوبولار المشهورين الاتراكتيف اللي هم الجذابين بيبل الناس سموكين يدخنون وان الشباب سوف يحاولون تقليدهم and the young will try to imitate them young هم الشباب will try سوف يحاولون imitate them تقليدهم إذا صار عندنا next they give a bad sort of message because they show successful, popular and attractive people smoking and the young will try to imitate them. اللي بعده علاوة على ذلك فإن هذه الدعايات لا تبين مخاطر التدخين. Furthermore, these advertisements don't mention the dangers of smoking. Furthermore, اللي هو علاوة على ذلك أو بالإضافة إلى ذلك these advertisements اللي هي هذه الإعلانات don't mention لا تذكر أو لا تبين the dangers of smoking مخاطر التدخين مخاطر اللي هي dangerous لأن الشركات لا تهمها سوى تكوين الأموال because the companies only care for making money لأن the companies الشركات only care اللي همها for making money تكوين الأموال إذن نعيد next they give a bad sort of message because they show successful popular and attractive people smoking and the young will try to imitate them furthermore these advertisements don't mention the dangers of smoking because the companies only care for making money اللي بعده أخيرا وليس آخرا فإن الشباب يتأثرون بسهولة Last but not least young people are easily influenced Last but not least أخيرا وليس آخرا young people شباب are easily هم بسهولة influenced يتأثرون لذا فإنهم يتأثرون بدعايات التدخين and they can be influenced by cigarette advertisements اللي بعده عموما دعايات التدخين تجعل التدخين شائعا بين الشباب generally speaking cigarette advertisements make smoking very common among young people generally speaking اللي هي عموما cigarette advertisements دعايات التدخين very common جدا شائع بين among young people بين الشباب وآخر شيء لذلك يجب أن تكون غير قانونية so they should be illegal نعيد هذا البارت الأخير last but not least young people are easily influenced and they can be influenced by cigarette advertisements generally speaking cigarette advertisements make smoking very common among young people so they should be illegal لهنا نكمل الإنشاء راح أعيد الإنشاء مرة ثانية حتى يظل ببالك Cigarettes are very harmful to the health of both smokers and passive smokers. Cigarette advertising should be illegal for the following reasons. In the first place, cigarette advertisements can be seen everywhere, in public areas, on TV, in the streets, in magazines, and in newspaper. And everybody can see them, especially the children and young people. Next, they give a bad sort of message because they show successful, popular, and attractive people smoking. And the young will try to imitate them. Furthermore, these advertisements don't mention the dangers of smoking because the companies only care for making money. Last but not least, young people are easily influenced and they can be influenced by cigarette advertisements. Generally speaking, cigarette advertisements make smoking very common among young people, so they should be illegal. هذا كل ما يخص إنشاء اليونت الأول. عيد الفيديو مرة ومرتين وثلاثة لحد ما تحفظه. وشكرا على المشاهدة.